مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت مساء أمس الجمعة، تباينت آراء ومواقف الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بين مشيد بنتيجتها ومشكك فيها. هذه الانتخابات الجماعية التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية اكتساحا ملحوظا رغم حصوله على المرتبة الثالثة وفق المعطيات الرسمية، الشارع المغربي كان له رأي فيها. فماذا قال المواطن المغربي عن هذه النتائج؟ لنتابع. النتائج كيف ما بغات تكون خاصنا نتقبلوها، وهاد الناس اللي غيمثل اللي كيقولوا غيمثلونا نثقوا فيهم واحد شويه. الا كانوا غيخدموا راهم غيخدموا، ما كانوش غيخدموا غنتسناو الانتخابات الجايه وغيطرى نفس الفيلم عاوتاني كيف ما مولف كيطرى ديما. وصافي ما نكذبش عليك، المحمديه طلعت العداله والتنميه كيف ما كنا كنتوقعوا كلنا. كاينين الناس اللي كانوا كيقولوا الاسره والمعاصره هي اللي غتطلع تما، ماشي من صالحنا طلع الاسره والمعاصره حيت خمس سنين وهي في محمديه وما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه لي اصلا المغرب معروف عليه من زمان ان الانتخابات ديالو كتكون نزيهه مقارنه مع الدول المجاوره كالجزائر تونس مصر. بالنسبه لي ان المغرب زعما بلد ديمقراطي بالنسبه للدول المجاوره، وهذا كيخدم الصالح العام. بالنسبه للاحزاب اللي طلعوا دابا حاليا كاين الاثار والمعاصره الاولى في المغرب، تابعها مع حزب الاستقلال ولا العداله والتنميه. ولكن الحزب العداله والتنميه كيبان لي انه نجح في الانتخابات رغم انه جاء الثالثه والثاني، لانه خدا المدن الكبرى في المغرب. كنت متوقع يكون منافسه ما بين الاثار والمعاصره والعداله والتنميه وحزب الاستقلال، راه كعرف ديما يبقى الثالثه. كنظن ما كاينش شي فرق بين اللي كانوا، نسبه التصويت كانت كما كان كما بقاش، كنظن 52% خلاص. المهم حنا ما كرهناش العداله تاعها، مي الاثار والمعاصره ما كرهناش نشوفوا شي حاجه جديده من الاثار والمعاصره صراحه. نتوقع العداله تكون في القمه، الاثار والمعاصره فاجاه صراحه. الأصالة والعدالة هادو كانوا في الراس معروفين غادي، هادو هما الأحزاب اللي كانوا عندنا زعما مؤهلين لهاد الانتخابات هادي. إوا ما كناش متوقعين بأن العدالة والتنمية جات هما الأولانيين، هما الثانيين، ولكن الأصالة المعاصرة مفاجأة زعما الصراحة هي هادي. ولكن حزب الاستقلال تاهو دا أصوات تاهو الثالث دابا في النهائي دابا فوالا، لان حزب الاستقلال مغطي جميع المدن والاقاليم، لان حزب عريق وداكشي. ولكن الحزب الاثار والمعاصره يلاه هذه تقريبا عاد خلق، ولكن خلق المفاجاه الصراحه هي هذه، لان غطى تقريبا بحالو بحال حزب الاستقلال جميع الدوائر الانتخابيه. ولهذا كنا من المتوقع حصل على شي نتيجه ايجابيه بالنسبه للانتخابات. دابا النتائج اللي كنت انا متوقع هما العداله والتنميه ولا التراكتور مصباح والتراكتور هما اللي غايديوها، ولكن العداله والتنميه اللي داتها مزيانه، يعني في القضيه ديال الانتخابات العداله والتنميه هي اللي غتمشي بالبلاد، هي اللي مزيانه.